بالعودة إلى المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ نوري الحمزة، وبشأن ما يجري في إيران من تظاهرات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها والاعتداء عليها من قبل عناصر الشرطة الإيرانية. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نوري. مرحبا، مساء الخير. أستاذ نوري، لماذا لم ينجح النظام الإيراني في احتواء الغضب الشعبي في البلاد؟ الحقيقة أنه عدم نجاح النظام الإيراني في احتواء هذا الغضب العارم الشعبي الذي يتوسع في أرجاء إيران، وطال اليوم إلى أكثر من 100 مدينة وقرية وإلى آخره، بدليل أنه مستوى الحرمان والفار والتضييق على الحريات وحرية التعبير والتدخل في شؤون الإنسان، حياة الإنسان الفردية بانتخاب ملابسه، بحياة الفردية، كل هذا الاضطهاد اللي قام به النظام الإيراني طيلة 43 عام على حكمه في إيران، هو جعل من الإنسان الإيراني إنسان شرس تجاه الحكومة. ولهذا اليوم نشاهد أجيال مختلفة من كافة أطياف الإيرانيين بشتى لغاتهم وعرقياتهم ومذاهبهم يتوجهون نحو النظام الإيراني ويرددون شعارات وهتافات الموت للديكتاتور، والهدف الإطاحة بهذا النظام والتخلص بكل هذا النظام بأشخاصه وشخوصه. إذا لا مجال للاحتواء، ونرى أن هناك الأوضاع تتطور رويدا نحو سقوط النظام. حادثة وفاة الشابة مهسا أميني إلى أي مدى تخرج عن كونها اعتداء على الحريات إلى نمط سائد في قوات الشرطة والباسيج الإيراني؟ هذه الحادثة هي لم تكن الأولى في من نوعها، كانت هناك حادثة سبقتها في سجون إيران، الاعتداء على السجناء من الشباب والصبايا وهدم الحرمات ومداهمة البيوت واعتقال الصبايا في الشوارع وإلى آخره، لكن جاءت هذه الحادثة كشرارة في أوضاع اقتصادية وأوضاع مأساوية سياسية وانقلاق سياسي يعم البلاد الى هذا الحراك. اليوم تبدل الى ساحه مفتوحه لمعركه مفتوحه ما بين الايرانيين بكافه اطيافهم مقابل الشعب، مقابل النظام الايراني. ونرى انه اليوم العالم يواكب هذه الحركه الشعبيه الكبيره بما فيها الدول العربيه المحيطه بايران وشعوبها، كلها ناطرة على وتتابع هذا الحدث وتدعم هذا الحراك بشكل معنوي وبشكل آخر. على الطرف الآخر أستاذ نوري، هناك مفاوضات الملف النووي ومحاولات الاستفادة الغربية من النفط الإيراني، إلى أي مدى ستعطي هذه شرعية إضافية للنظام الإيراني؟ إلى أي مدى تعتقد أن إيران ستكون مخلصة للغرب إذا ما أعطاها هذا الامتياز؟ كيف ستنعكس كل هذه الأمور على ما يجري في الداخل؟ هناك شيء من التخوف النسبي تجاه هذا الملف، ممكن أن يكون تعامل ما بين الأنظمة الغربية المرتبطة بهذه المفاوضات النووية ما بينها وبين إيران من جهة أخرى، ولكن غضب الشارع ومستوى الحراك الآن جاء مختلف، والضغط على السياسيين والدوائر السياسية الأوروبية من قبل الجاليات الإيرانية ومن قبل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية في الولايات المتحدة وفي أوروبا ضغط هائل لم يكن له مسبوق في الواقع. فهذه المرحلة وهذه المرة تختلف عن سابقاتها في كافة الأمور، وأظن لا مجال هناك للمماطلة ولا مجال هناك للتعامل مع هذا النظام بشكل آخر فيما يتعلق بربط المظاهرة هذه العارمة ضد النظام بالملف النووي. المظاهرة تريد إسقاط النظام، والملف النووي الغربي يعني يريد التخلص من قضية الوصول إيران للسلاح، عدم وصول إيران للسلاح. إذا هل يكون الغرب يستطيع يحكم الشعب الإيراني بشكل عام للإطاحة بهذا النظام والتخلص من الملف النووي مرة أخرى؟ إذا هذا الرأي أيضا قد يكون صائب لحد ما. هناك مستجدات يعني حصلت، مثلا حرق صور خامنئي أو صور ابنه في العديد من المدن الإيرانية، ماذا يعني رغم الهالة الكبيرة التي يرسمها النظام حول شخصية المرشد؟ ماذا تبقى من هذه الشخصية؟ اليوم المرشد وبيت المرشد وكل الحرس وحاشية
وما حوله من رجال وازلام المرشد اليوم كلهم في تحت المهانه، تحت مجهر الايرانيين وتحت مرمى الشباب الايراني بشكل عام. لا قدسيه لاي احد، لاي مسؤول ايراني، سواء كان مرشدا او رئيس جمهوريه او سواء كان وزير او الى اخره في هذا النظام. النظام راسا على عقب مغضوب عليه من قبل الشارع الايراني ومهان، يهان ليلا نهارا، تحرق صورهم وتمزق صورهم بالشوارع وتدنس يعني كل ما يختص بهم. والى هذا اليوم الشارع يعني غاضب، لا مجال ان نقول انه في هذا الغضب. أستاذ نوري، يعني ما هي مدياته المتوقعة؟ يعني تتوقع ربما أن يتطور وخاصة لدى الشعوب غير الفارسية؟ ما ميزات ما يجري من حراك 2019 يعني ممكن أن ينجح بلي قبضة القوات الأمنية؟ المديات التي ممكن أن تتوقعها لهذا الغضب، ما الذي سيكون؟ ماذا تتوقع؟ الغضب الإيراني هو اليوم متزايد، مدينة الأخرى تحترق يعني بشكل آخر، الناس تخرج للشوارع، رفعة المظاهرات تتوسع، عدد الضحايا تزداد، عدد الجرحى يزداد، عدد المعتقلين هكذا، عدد الناس الذي يتعاون مع المتظاهرين من قوات الشرطة وقوات الأمنية يزداد، هناك حراك داخل الأمن والشرطة ضد نفس النظام، هناك تزلزل في بطن النظام في داخل السياسيين وإلى آخره. من جهة هناك قضية الشعوب غير الفارسية، الآن النظام الإيراني يعزف على هذا الوتر أنه بمجرد إزاحة هذا النظام والإطاحة بهذا النظام قد إيران تتفكك. هذا اللغز، هذه الحلقة اليوم فقدت مفهومها السياسي هناك، لأن أنا متابع بشكل وآخر لكل قضايا السياسية داخل إيران. هو هناك في الليلة الماضية وفيها خلال هذه الليلة عدة اجتماعات من قبل رؤساء الأحزاب والدوائر السياسية من في بين من الشعوب غير الفارسية والفرس بأنفسهم وإلى آخره، والجميع يؤكد على سلطة غير متمركزة في مستقبل إيران. لا أحد يتحدث عن انفصال بالعودة إلى بالعودة إلى الاتفاق ما يعني إنه النظام اليوم في مأزق كبير واليد العليا للشعب وخاصة للشعوب. رغم هذا المأزق الكبير، هناك تمسك بخيط الاتفاق النووي. بالعودة إليه أستاذ نوري، إعادة إيران له كيف ستؤثر على الحريات في البلاد خلال المرحلة المقبلة، وهذه الغضبة الشعبية التي على ما يبدو أنها غضبة ذو سمة خاصة؟ أي حدث سياسي، سواء الحدث النووي، سواء أن تنتهي هذه المظاهرات غدا أو إلى آخره، الشعب الإيراني بشكل عام قطع شوط كبير في لجم النظام الإيراني وفرض ما يطلبه وحقوقه بالنسبة للحريات وغيرها من الحقوق السياسية وإلى آخره. فالنظام اليوم يتراجع وغدا سوف يتراجع، سواء كان هذا الملف النووي ينجح في المفاوضات أو لا ينجح هذا موضوع آخر، ولكن احنا نفهمها من هذه القاعده وغاده واللعب الموجود بالساحه بين الشعب الكر والفرب ما بينه والنظام، من جهه اخرى اليد العليا للشعب، ونرى النظام يتراجع ويلجم. شكرا جزيلا من ستوكهولم، المتخصص في الشأن الايراني الاستاذ نوري آل حمزه.